بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. معاكم ان شاء الله الفيديو النهارده هنتكلم عن ازاي ابدا اعمل ريد ورايت على فايل، وازاي لو فايل مكتوب عليه اقدر ازود عليه. وهنتكلم في اخر الفيديو كده على حاجه كده في الميديولز او الماث ميديول، ازاي نبسط استخدامه. فنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح الايدل، تمام. احنا هنقرا من فايل تك تي اكس تي وفولد، وهنكتب بردك فايل تكست. نفتح بس البايثون بتاعنا ونسيفه. ماشي، نسيبه فين؟ اوكي، هنا هنسميه فايل ريد رايت. ماشي، احنا نعمل الفايل اول حاجه ال txt. اولا احنا ممكن نعمل مثلا فايل، ماشي ثواني، نعمل ده فايل مثلا. انا كنت عامل فايل فكنت عايز اخد كوبي، بس مش، لا هنعمله من الاول احسن عشان نبقى ايه، نبقى عارفين هنعمل ايه بالظبط. ثواني، نعمل نيو. تمام، هنسميه بايثون ان مثلا. ماشي، وهكتب فيه مثلا I am أحمد، I live in Cairo. ماشي، I am 26. ماشي، بس كده تلات سطور اهم. خلي بالك ان احنا حته الريد والرايت النهارده هنشتغل عليهم هو سترينج، يعني اللي هناخده سترينج واللي هنكتبه سترينج. مش عشان كده كتبت سترينج، ما كتبتش ارقام، حتى لو كتبت ارقام هنشوفها سترينج برضه. فان شاء الله يبقى في فيديو جاي ده نتكلم ازاي احط ارقام بقى array list، مش array بقى اسمه list او table او dictionary، على اكسل فايل، وان انا اقراه من اكسل فايل. فنعمل اول حاجه احنا لازم نسمي، احنا هنفتح الفايل بتاعنا فيبقى f مثلا، فايل read مثلا fr مثلا، open ده الفانكشن اسمها open. نحط الاول حاجتين، نحط الفايل بتاعي هو ايه، هو فين واسمه ايه، تمام كده. فلو احنا مثلا نروح على الفايل ده نعمل بس كده كوبي كنترول سي ونروح نحطه هنا، بس كده هو خلاص حطه البايث، حط ال حطه بال اسمه ايه، حطه بالباث والاسم بتاعه. بعد كده هكتب انا عايز اعمل عليه بقى ايه، انا عايز اعمل عليه ريد. طب انا عايز اعمل رايت دبليو، طب انا عايز ازود عليه، هو مكتوب فيها وزود حاجه عليه ابند، ادوس ايه. فانا هعمل ريد النهارده، انا كاتب او دلوقتي يعني انا كاتب في حاجات وعايز اقراها، تمام. بعد كده في ثلاث حاجات بقى، يعني في كذا حاجه قصدي، في ان انا اعمل حاجه اسمها اف برنت مثلا. تعالى نعمل مثلا اللي هنعمله، هقول له مثلا اف ار دوت ريد، بس دوت ريد يعني ران كلهم، تمام كده. فمثلا عملت ران، بص اهو ايام احمد 11 كايرو ايام 26. طب تعالوا نشوف كده التايب بتاع الفانكشن دي ايه عشان نتاكد زي ما قلت لكم ان هو هيقراها سترينج. طيب اهو، معلش انا اسف، بص سترينج، تمام. ماشي، ايه تاني ممكن نقراه؟ انا كده قريت كل اللي في الفايل. طب انا عايز مثلا اقرا اول لاين بس، يعني انا عايز اقرا اول لاين بس، فاقول له مثلا ايه اف ار دوت read line، بس كده هو كده هيقرا اول لاين هيشوفه، اول لاين هيشوفه هيقراه اللي هو ايام احمد، تمام كده. تمام، طب افرض انا عايز مثلا اقرا ايام بس، يعني ايام دي واخده كام كاركتر، 1 2 3 4. فمثلا هقول له read، احط له هنا 4، هيقرا لي ايام بس، بص ايام. ماشي، طب انا عايز اقرا كل الاسطر، اعمل read واعمل قوسين فاضيين او ريد لاينز واعمل قوسين فاضيين. بص اي ام احمد، يعني هو كتب لي اللي معمول، انت فاهم، هو كتب لي اللي معمول. طب تعالى نعمل تايب كده للريد لاينز، يعني مثلا هو قال لي، بص قال لك انا ايه، قال لك اي ام احمد، بعد كده في باك سلاش ان، بعد كده عشان ينزل سطر، وبعد كده لايف كايرو باك سلاش ان، بعد كده اي ام 26. فتعالى نعمل تايب مثلا نشوف هيبقى عامل ازاي، هيديني ايه ليست. بص يعني هو لما اعمل ريد لاينز هو بيقراه كليست، هو شايفه كليست. طب انا لو قريت، تعالى نعمل مثلا ان انا اقرا ايه، هقرا لاين واحد مثلا، نشوف هو هياخده هيقراه كايه.
string يعني فاهم. اللاينز هو بيرستر ليست وبيحطهم جنب بعض. لو انا كنت عملت ريد بس كان هيقرا ايه؟ كان هيقرا string وكان هيحطهم تحت بعض عادي. هيقول لي اللي مكتوب يعني، مش هو مش هيغير في حاجه، هو هياخد اللي مكتوب بالظبط بنفس الطريقه ويعرضه. امال في read lines بياخدهم يحطهم في list يعني. مثلا بص اهو، بص هو خدهم حطهم ورا بعض وخلاص ماشي. طب ده الريد. انا عايز اكتب بقى يعني، انا كده خلصنا جزء الريد، انا عايز بقى اكتب حاجه يعني. انا في عايز افتح، عايز اعمل انا بايثون جديد يعني، عايز اعمل فايل جديد واكتب فيه مثلا تمام كده. فمثلا تعالوا هنا نشوف مثلا بايثون اوت ده مكتوب فيه حاجات، تعال نمسحها. مش انا مسحته اهو ماشي. تعالوا بقى نعمل نحطه سميه اوت مثلا، نخليه يعمل فولدر اسمه اوت، ونشوف هل هو يقدر يعمل فايل ولا لازم انا اعمله له الاول بعد كده اسيبه فاضي وهو يكتب. فتعالى مثلا نعمل مثلا اف ار بقى. انا خلي بالك انا غيرت هنا التايب وخليته ايه دبليو عشان يبقى رايت رايت مثلا. فاقوله رايت ايه مثلا، هاي اي ام ماشي. لو عملنا مثلا كده خلاص، هو المفروض هو عمل فايل وحط فيه البتاع ده. بس معلش لازم نقفل الفايل عشان يعمل فيه اف ار كلوز، عشان انا عملت له اوبن اقفله بقى. حتى في الريد المفروض كنا نعمل كده برضه، كنا نقفله فاف ار كلوز ماشي. فتعالى بقى بص هو عمل اهو، بس عشان انا ما عملتش الكلوز يعني، فاكر انا كنتش عملت الكلوز، فهو ما حطش فيه، هو فتحه بس ما حطش فيه حاجه. فلو دلوقتي انا عملت كلوز فنعمل ايه؟ تعالى بقى نشوف دلوقتي الفايل بتاعنا. بص اي ام هاي ام احمد. طب تعالى نقفله ونشيل الكلوز تاني نشوف اللي هيحصل كده. ماشي اهو، تعالى بقى نشوف الفايل بتاعنا ايه ده فاضي عشان انا ما عملتش ليه الكلوز تمام. فلازم نعمل اف ار كلوز ماشي. خلي بالنا من الحته دي مهمه جدا ماشي. بص هنتاكد تاني تمام عملها اهو. طب انا عايز اكتب سطرين جنب بعض، سطرين سطر تاني، فاعمل اف ار رايت ماشي اي ام 26 وهنعمل رن. تعالى من الخيارين ده هيتكتبوا تحت بعض ولا جنب بعض؟ طبعا هيتكتبوا جنب بعض، انا مش قايل ان هم ينزلوا يعني فاهم. هو بص تعالى كده نروح نعمل بس بص جنب بعض بالظبط، حتى مفيش سبيس، انا مش حاطط له هنا سبيس. فانا هقول له هنا ايه، والله معلش اعمل ايه باك سلاش ان عشان ايه ينزل سطر لتحت. معلش انا قفلتوش فنروح نفتحه تاني. مش اه بس ايام هاي احمد ايام 26 فهو نزل سطر فعلا ماشي. ده كده عشان اكتب حلو. طب انا دلوقتي هو كاتب يعني، هو ده البايثون اوت مكتوب فيه يعني. مثلا انا لو شلت الكلام ده كله وفتحنا البايثون اوت هنلاقيه مكتوب فيه صح كده، هو مكتوب فيه. طب انا عايز ازود عليه، انا عايز ازود عليه بقى. ففي حاجه اسمها ايه ابند، او نفس الفولدر ابند ايه ماشي. هقول له مثلا اف ار رايت بقى اكتب فيه ايه بقى الابند ده. هو هيبتدي من ايه، هشوف هيبتدي من السطر الجديد ولا هيكتب في اخر سطر يكتب جنبه. يلا هنشوفه دلوقتي. مثلا ايه اي ليف ان كايرو مثلا ماشي. وبعد كده لازم نعمل الكلوز بتاعنا عشان يكتب، لان هو ملوش مش هيكتب. مش نعمل رن ونشوف هل هو هيعمل ايه. بص بردك ايه حطهم جنب بعض، فانت لازم تقول له هنا بص معلش قبل ما تبتدي انزل سطر اصلا، واقفل ده عشان يسيف ماشي ماشي اهو اي ليف ان كاي ونزل السطر بتاعنا. ايه ده ثواني ايه ده، تمام انا اسف انا اسف. تعرفين هو ايه اللي عمله ده؟ عشان انا اسمه ايه كتبت، انا فاهمكم عارف. انا عملت انا كتبت اي لاف ان كايرو، بعد كده رحت كتبت يعني مثلا تعالى ايه، تعالى نشيل ده كله تاني كده ونسيف، هنسيبها ماشي وهمسح. تعالى نعمل ايه رن تاني ماشي. تعالى بص بقى كده هتلاقي ان السطر اللي كان جنبه ده بص مش موجود، كان موجود لان انا عملته مره واسمه ما مسحتوش تمام. طبعا هنتعلم الفيديوهات الجايه ازاي نقدر نمسح من الفايلات وارقام من الفايلات ونزود ارقام، كل الكلام ده هنتكلم كسترينج تمام.
ماشي، احنا جاي اتكلمنا ازاي نعمل رايت، ازاي نعمل ريد، ازاي نعمل ابند. طب انتوا عاوزين لازم اعمل حوار الكلوز ده، يعني لو انا ما عملتش كلوز ده يبقى انا كده بقى مش هعرف اعمل اي حاجه. هل في طريقه ثانيه؟ اصل انا ممكن انسى يعني. اه طبعا في طريقه ثانيه. هي ايه الطريقه الثانيه بقى؟ بصوا انا هشيل كل ده دلوقتي ماشي، وهقول له مثلا حاجه اسمها ويز، يعني ويز اوبن يعني انك تفتح الفايل ده ماشي. طب هتفتحه ايه بقى؟ از هتفتحه كايه؟ كاف مثلا، اف اي مثلا، خلينا زي ما انت قبلنا انا هزود عليه اف اي مثلا ماشي. ولازم تعمل اللي هو الدبل دوت فوق بعض. انت كده عملت ايه؟ اللي هو انت جوه الويز بمعنى اصح، جوه فانكشن اسمها الويز. تمام كده. هقول له بقى ايه يا معلم؟ هقول له مثلا اف اي دوت رايت مثلا، زود فولدر بتاع تاني بس طبعا ايه ان ماشي. هتقول له مثلا اروح ان كايرو انتنس اكس اورج مثلا اي ام ان ان انجينير. تمام كده ماشي حلو. لو عملت مثلا رن، لو ما عملتش كلوز مش معزين، انا ما عملتش كلوز اهو، ولو فتحنا الفايل بتاعنا باذن الله تمام انجينير تمام كده. اذا فانا ما احتاجتش كلوز هنا، بس لازم تستخدم اللي هي الفانكشنال ويز. ممكن تنفع مع الرايت، وممكن ينفع يعني تنفع مع الرايت، فتنفع مع الريد اند ثيرا منها اهم حاجه. بس اللي تحط الويز وتعمل وتسمي اسم الفايل، يعني از ايه بقى اسميه اصلا؟ افتح لك ماشي الفايل بس هسميه لك ايه؟ فده مهم ماشي. بس يعني انا اظن ده كويس، يعني ممكن نقف لحد هنا في حته ان انا اكتب سترنج واخد سترنج وازود سترنج فايل ماشي. كورنينج مسج مثلا في تي اكس تي فايل. حته بقى الامبورت ماث، انتوا فاكرين احنا كنا بنعمل لو كنت عايز اعمل مثلا فاكتوريال امبورت ماث لازم اعمل كده واقول له ماث دوت فاكتوريال 5 مثلا، واقول له مثلا ريز مثلا ريزلت، واعمل له في الاخر اقول له مثلا برنت ريز مثلا، واعمل رن. وده هنا يبقى لي كام؟ 120، 5 في 4 في 3 في 2 والكلام ده كله صح؟ ماشي. طب افرض ان انا مثلا شلت الماس دي، انا مش عايز اكتب مسكت فاكتوريال، بس بص هعمل ايه؟ هعمل رن. هل هو هيفهمها؟ لا طبعا، يقول لي انت ايه فاكتوريال دي؟ طب فانت كده انت محتاج تعمل كل حاجه فيها الماس. خلي بالك ان الماس دي شامله حاجات كتير جدا. مثلا لو عملت ماث دوت سيستم نت شويه، بص جاب لك كل الفانكشنز اللي جوه، الكوساين، انفرس كوساين، انفرس كوساين، انفرس ساين، تان، انفرس تان، ابسوليوت، انفينيتي، لوج واللين، الساين والكوزاين، الباي بتاع الدايره 3.21 على 7. ايه تاني ممكن نعمله؟ اكسبوننشال، السيل والفلور عشان تراوند حاجه رقم. فمثلا احنا فانت اه فانت لازم تعمل حته الماس دي. بس ده افرض انا مثلا بقى عندي مساله كبيره جدا، يعني مثلا عندي مساله انت على طول عمال استخدم الماس، يعني مثلا دي سهله اهي، دي عملت ماس وخلاص دي كانت سهله. افرض مثلا لا انا ابسط حاجه مثلا عايز اعمل ساين لباي على الاثنين، فاقول له مثلا مثلا ريز 2 بيساوي ماس دوت ساين، ده سطر سطر وسهل اهو. ماس اقول له بردك ماس دوت باي على الاثنين. انت فاهمني؟ انت عملت كام ماس في نفس السطر؟ تعمل مثلا ريز 2 مثلا ده يديني واحد. فلو عملنا رن مثلا هو بقى اداني واحد، بس انا شفت عملت كام ماس، ماس ساين وماس الباي. لو عايز اعمل حاجه تانية صباح يعني انت هتكتب كتير جدا. طب انا في طريقه تانية؟ اه طبعا في طريقه تانية، ان انت اصلا ما بتقول له انا عايز امبورت ايه من الماس. يعني انا مثلا ايه اقول له فروم ماث، وده طبعا لاي لايبرري، لاي لايبرري هتعمل استخدم كده، اي لايبرري تعمل فيها كده، عشان تكتب ماث دوت او اي لايبرري دوت، لا انت تكتب بس اللي انا بقول لك عليه ده، ماث فروم ماث امبورت. مش امبورت ايه بقى؟ امبورت ايه انا؟ اجيب منها ايه؟ اجيب منها مثلا الساين. لو جبت منها الساين بس هتلاقي بس مديك ايرور على الفاكتوريال والباي. يعني مثلا تعالى نعمل رن كده، يقول لك مثلا خلي بالك ان انت الفاكتوريال مش ظاهره معاك. ايه ده ازاي؟ طب انا عامل امبورت ماس، لا ما انت قايل له خد الساين بس. طب انا لو عملت الباي ماشي، لو عملت ماشي الفاكتوريال دلوقتي بص هيقول الباي هي اللي فيها مشكله. بص فين انا؟ فين انا؟ معلش انا اسف انا ما خدتهاش هي هي. ماشي هرن اهو،
ماشيها، وبيقول لي بيقول لي خلي بالك فين 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 is not defined. يعني هو بيقول لي خلي بالك ان انت مشكلتك ان انت نتعامل امبورت للساين والفيكتوريال ما تستخدمهاش. يعني بص انا بقى مش هستخدم دي، انا خلاص انا مش هستخدم دي اهو، ومش هستخدم دي، ما انا خلاص ما انا عرفت له. بص بقى هعمل run وبرضك مش هستخدم دي. يعني الطريقه اللي انا بعملها فوق دي عشان تخليني ما استخدمش ماس دوت، لا انا استخدم كده بس. طب تعالى نعمل run كده. بص بيقول لي خلي بالك ان الفاكتوريال خلاص هو فاهمها والساين فاهمها، بس الباي ما فهمهاش لان انا ما قلتلوش يمبورت الباي من الماس. لو قلت له امبورت الباي بص هيقول لي ايه. ماشي يا عم، ايه عملتها لك بواحد؟ ايه ده يعني انا ممكن اقول له انا امبورت ايه من الماس؟ صح. طب انا عايز امبورت كلهم، يعني عايز استفاد منهم كلهم، تعمل بس ستار او استريك يعني بس كده وتعمل ران. خلاص هو كده اي حاجه في الدنيا ممكن تعملها بدون ما تستخدم ال اسمه ايه الماث دوت. طب بجد تعالى نعمل ريز 3 مثلا بيساوي كوزاين، او ما عملتش ماث دوت كوزاين، كوزاين باي على ولا ماث دوت باي، باي على الاثنين، ونعمل مثلا برنت للريز 3 مثلا ونعمل ران. المفروض دلوقتي ان هو هيشتغل عادي صح، ان هو انا عملت ستار بالظبط واحد لاي زيرو يعتبر، يعني في 10 سنوات 17. طبعا لو عملتها انت مثلا عشان اجيب ال ماشي بص اهو فزيرو يعني يعتبر. فانا دي طريقه بس انا قلت اسال عليها، ان انا انت لو هتبورت حاجه بسيطه مثلا ساين بس فانت تشتغل بالساين بس، لو انت هتبورت كلهم تعمل ستار، ومش لازم بقى تكتب بقى ايه امبورت ماس دوت ماس دوت، لا انت على طول امبورت فروم ماس امبورت ستار تعمل اللي انت عايزه. وده طبعا ينفع لاي لايبراري تانية او اي مديول موجود في البايثون. بس اظن الفيديو كده طويل كفايه، وان شاء الله نتقابل الفيديو الجاي باذن الله.